الزملاء الأعزاء، هل الشاشة واضحة بالنسبة لكم الزملاء الأعزاء؟ ايه حكيم، واضحة. طيب، نحن وصلنا عند الحالة 20. ايه حكيم، عند الحالة 20. السيد باول، who is 14 years and 6 months old, comes to see his general practitioner GP for the first time in years. He's worried about his short stature and lack of pupil development. الحالة هي عبارة عن a boy with a delayed puberty. طفل ذكر مع تأخر البلوغ. طفل عمره 14 سنة، اسمه باول أو بول باول. جاء الطبيب العام، عمره 14 سنة ونص، أول مرة بيجي من عدة سنوات. هو قلق جدا لأن لحد الآن هو قصير وما في تطورات للبلوغ. He feels he is losing out on team sports and wants to become physical education teacher. The GP records show that his father is on the 9th centile and his mother in between the 9th and 25th centiles. There are no other symptoms in past history of note. يشعر السيد باول أنه لا يمكن أن يكون نداً أو مكافئاً لفريق الرياضة، ويريد أن يصبح يعني مدرساً أو مدرباً بدنياً فيزيائياً للتعليم الفيزيائي أو الطب الرياضي، أو يعني بالرياضة يكون مدرب كوتش يعني. تسجيلات الطبيب العام بتقول أنه أبوه على 9% وأمه بين 9 و25% قياساتها، وما في علامات تانية يعني unremarkable بالقصة المرضية. بالفحص السريري examination، باول is a fit, healthy and slim boy. باول يعني متناسق، مناسب طوله ووزنه أو متناسق الجسد، وبصحة كويسة بس نحيف شوي. General and systems examination are normal. الفحص العام وفحص الأجهزة طبيعي. His penis is about 5 centimeter long and the skin of the scrotum is lax and slightly pigmented. طول القضيب عنده 5 سنتيمتر وجلد الصفن ناعم أو طري ومع بعض التصبغات. Both testes are descended but are quite small. الخصيتان نازلتان في كيس الصفن لكنهما صغيرتان قليلا. There is no pubic or axillary hair. ما في عنا شعر بالإبط وبالعانة. Both his height and weight are on the second centile. كل من الطول والوزن يقعان على الخط المئوي الثاني على 2%. Bowles GP puts together a graph chart from the available data, see figure 20.1. حطينا هذا الجدول الجي بي، عم بقول هذا هو الطول وهذا هو الوزن، عم نشوف مثل ما حضرتكم ملاحظين مقارنة بعمرين المتاحين. العمر الأول هو عمر 8 سنوات ونص تقريبا أو 8 سنوات و7 شهور. بالنسبة للأول تحت هو الوزن، كان تقريبا هو يعني على خط 9%. بعدين لما صار عمره هلأ حاليا بعمر 14 و6 شهور وشوي على خط 2%، فخط الوزن تقريبا في انكسار، لم يبقى على نفس الخط المئوي، انكسر خط كامل من 9 إلى 2%. بالنسبة لخط الطول كذلك الأمر، عم نشوف أنه كان الطول بعمر تقريبا نفس العمر اللي شافوا فيه أول شيء 8 سنوات و7 شهور أو 8 شهور، كان approximately على 9%. بالعمر الحالي 14 و6 شهور انكسر الخط ونزل على 2%، فهو ماشي وعم يتطور بطول الوزن نفس الشيء تقريبا إذا كان ذلك دقيقا. فماشي هو على نفس الخط مع انكسار بنقطة واحدة وليس تحت standard deviation، ما في عنده انكسار بخطين، مو تحت الخط المئوي ناقص الأصغري بناقص 2، يعني ما في انحرافين معياريين كبار. فهذا ممكن يقول أنه في عن تناسق بنقصان الوزن ونقصان الطول، تأخر في البلوغ. قد تكون الحالة متماشية مع
شيء معين. يمكن أن أسأل حضراتكم عن هذا الشيء الآن. عم نشوف إنه what's the most likely diagnosis, what should the GP do next, is there any treatment available. هذا السؤال سألناه لطلاب السنة الخامسة، فممكن بحضرتكم تفضلوا تجاوبوا عليه. حدا من الزملاء سمعان ممكن يجاوبنا؟ بس دكتور شو السؤال بس مرة تانية؟ شو التشخيص؟ وشو لازم يعمل الجي بي بعدين؟ وشو هو العلاج المتاح؟ مين بحسن يساعدنا؟ هل الحالة هي تأخر بلوغ بنيوي أم قصر قامة عائلي أم قصر قامة بسبب عوز هرمون النمو أم قصر قامة بسبب عوز الكورتيزونات أم قصر قامة بسبب غدي؟ تأخر نمو بنيوي؟ نعم أحسنتم، ممكن يكون ذلك، وإن إن افترضنا أن ذلك صحيح ماذا تجرون بعد ذلك؟ صورة معصم. سنتم لتحري ماذا؟ العمر العظمي ممكن؟ أحسنتم، شو العلاج؟ ممكن هلا هو تأخر نمو بلوغ، بنعطي ممكن تستوستيرون أو حسب يعني. ذكرت انه في تصبغات، فالقصه يعني اقرب لفرط التنسج الكظري. لا بقول تصبغات قليله في الخصيتين، خصيتين مش خصيتين بالغ يعني، يعني كاني لسه طفل. هو الطبيعي يكون في تصبغ. دكتور نعمل صوره معصم ونتحرى هرمون النمو والهرمونات الدرقيه وسبع هيدروكسي بروجسترون. طيب شكرا جزيلا. هل هناك آراء أخرى يمكن أن تفيد أيضا وتغني أو تثري الفكرة، أو هناك تشخيصا تفريقيا آخر قد يدلو أحدكم بدلوه فيه؟ فمعناته مثل ما قالت الدكتورة هذا CDGB اللي هو the most likely diagnosis is constitutional delay of growth and puberty. CDGB حفظه سهل كتير. CD كلكم تعرفوا CD، والGB GB أول واحد ما بتخرج بيكون اسمه GB. CDGB and a boy، هذا السؤال جبته أنا للزملاء بالسنة الخامسة وكان فعلا يعني طبعا بصيغة أسهل من هيك. The most likely diagnosis from the relatively short family, boys enter puberty anytime from 9 to 14 years old, and it takes 5
to 4 years to complete puberty. Follows a recognized pattern with initial enlargement of the testes that produce testosterone and gradual development of secondary sexual characteristics. According to Tanner, stage one, a pre-pubertal to five adult. Tanner, خمس درجات من الواحد قبل البلوغ إلى خمسة هي الأدلت. فإحنا عم نشوف أنه ممكن تأخذ مرحلة البلوغ 4 إلى 5 سنوات، تبدأ من 9 إلى 14 سنة، والبلوغ ممكن يتم إدراكه بنموذج معين يحدث فيه عند الذكور. أول مرحلة هي نمو الخصية ووصولها إلى 4 قياس 4 مليمتر، والتي تنتج التستوستيرون، ويؤدي ذلك إلى التطور التدريجي للعلامات الجنسية الثانوية من المراحل التابعة لتانر حسب التصنيف لمراحله. According system or scoring system for genital and hair or hair development حسب تطور الشعر بالأبط والعانة. Testicular volume can be estimated using a bladder or choidometer 4 ml defining the onset of puberty and 15 to 25 ml being an adult male. في عندنا مقياس اسمه مقياس برادر، وليس برادر ولي، برادر أوركيدومتر. الأوركيدومتر هو قياس لحجم الخصية، اللي هي ممكن تكون على قياسات متحددة وجاهزة، يعني بتكون موجودة بالعيادة الأطفال. من وصل الطفل 4 ملليلتر بنقارن بين حجم الخصية بالجس وحجم يعني قطعة برادر الموجودة، فبنشوف هي 4 ملي، هي 15 ملي، هي 10 إلى آخره، وصولا إلى 15 إلى 25 ملي. Bowel is only at stage 2 for genital development and stage 1 for pubic hair. هو موجود بالمرحلة الثانية لتطور الأعضاء الجنسية، والمرحلة الأولى لتطور الشعر، ما عنده شعر. Testosterone is a poor growth barometer in low concentrations like estrogen in females. قياس التستوستيرون هو بصراحة يعني برومتر، يعني هو بروموتر، يعني هو المحرض الأساسي، إنه مش الداعم الكتير كبير يعني مثل الاستروجين عند الفتيات اللي بتبين عليهم مراحل النمو بشكل أسرع من نهوض الثديين وبرعم الثدي ثم تطور الأعضاء والشعر في الأبط والعانة. ف سو جروث سبيرت يعني نشمة النمو أو فزة النمو is a puberty peaks relatively late، فهي يمكن تكون في المرحلة الرابعة. Girls enter puberty between 8 to 13 years of age. البنات بين 8 إلى 13 سنة. Height their peak height velocity and around stage 3 and stop growth sooner than boys. Hence women are shorter than men. البنات بتدخل بمراحل البلوغ اسرع مجرد ما يبلش التستوستيرون، مجرد ما يبلش الاستروجين بالشغل، فالبنت بسرعه بتطور عند الاعراض، عفوا العلامات الثانويه للبلوغ الجنسي، وسرعان ما تتعظم مشاشات النمو. ولكن البنت بتلاقيها بعمر 8 13 سنه بتطول اطول من الصبي، فبتعظم وبعدين مشاشات النمو اسرع عندها، ف يتوقف نموها بالمرحلة الثالثة، وبالتالي بتكون هي بشكل عام البنات أقصر من الصبيان بشكل عام، لأن تعظم مشاش النمو عندها يكون أبكر. وهذا أحد الأسئلة التي كانت واردة في أحد السنوات. Constitutional delay of growth and puberty is common in boys and can be a source of misery and behavioral problems. يعني مشاكل سلوكية قد تحدث عند الأطفال ويكون وضعهم مزري بسبب مشاكل النمو. فالزملاء الأعزاء، هذا قد يتعرض للأطفال لبعض التنمر. يعني مثلا الطفل عمره 14 سنة بس ما عنده بلوغ، كأن عمره 8 سنين. رفقاته اللي عمره 14 سنة صار لهم بالغين مثلا 3 سنوات، فعندهم بجوز مثلا علامات البلوغ الثانوية، عندهم لحية، عندهم صوت أجش، عندهم عضلات، عندهم طول، هو لسه مو طولان، فهذا رح يأثر عليه سلبا للطفل ويتعرض للتنمر
وبتعرفوا كيف بصير بالمدرسه، مثلا كان صف سابع او سادس او ثامن. ولكن هذا الطفل اللي هو ضمن الاطفال البويز who also come from a short family may feel very different from their peer group and a time when conforming is important. يعني هذا الطفل اذا كانت عائلته هن صار ف يعني ممكن يكون بين رفقاته يضل قصير، وبين اقرانه يكون في مشاكل نفسيه. بالنسبه لباولز growth failure is apparent due to the current cross sectional charts falsely depicting all boys having their growth spurt simultaneously. يعني مثل ما قلنا انه الاطفال بعمره يكونوا بشكل عفوي انه كبار ومرحله البلوغ وهو لساته طفل. Unlike longitudinal charts they take no account of the age range of normal puberty. Boys with CDGB continue to grow at their prepubertal rate crossing the centiles downwards with later acceleration and catch up. هن بعدين الأطفال هذول ال 14 سنة ببلش البلوغ عندهم مثلا أو 15 سنة وبيطولوا بصيروا أطول من رفقاتهم بالطول النهائي. Family history is common. CDGB is rare in girls and a pathological cause for significant pubertal delay should be sought. يعني القصة العائلية هي إيجابية وفعلا بتسأل الأب بيقول لك إنه تأخر بالبلوغ لعمر 15 سنة والأم بتجوز 13 14 سنة. بالنسبة لتأخر النمو البنيوي عند الأطفال الذكور غالبا هو الأشيع ولكنه نادر عند الفتيات. عند الفتيات غالبا ما يكون في مشكلة إما غدية أو مشكلة وراثية أو مشكلة هرمونية. The fact that Paul has summoned the courage to seek advice means he is worried. Understandably, many give an ear of a bravado or bravado to cover their embarrassment. يعني هو ليش اجى باول على العياده؟ اجى لاني في عنده مشكله جديه ومشكله نفسيه وعم بيتنمروا عليه رفقاته ومش بيحسن يجاريهم او يباريهم في الرياضه. لا بالسرعه ولا بالطول ولا بالاداء الرياضي. فهو كطفل عم بيلعب مع شباب وبالتالي اكيد رح يغلبوه ودائما عم بيخسر بين قوسين. As about pulling and teasing, many are satisfied with reassurance that all will be well in the end. But Paul is unlikely to start his growth spurt for 12-18 months. Unless Paul is clearly reassured, his GP should refer him to the endocrine clinic. Paul ممكن يطلع من العيادة غير رضيان. ليش؟ لأني غالبا حسب مخططات النمو وحسب قياس الخصيتين ما رح يطول بعد سنة سنة ونص، وهذا الشيء غير راضي غير مرضي له. وبالتالي مثل ما اقترحوا الدكاترة بالجواب الأفضل نحوله لعيادة غدية ونطلب التحاليل الغدية. ممكن نعطيه هرمون تستوستيرون اندروجين ليطول بسرعة، لكن بالنهاية إذا أعطينا ولا ما أعطيناه ما رح يتجاوز طوله النهائي المحدد له وراثيا. العلاج is usually available with a short course of low dose 4 weekly testosterone injections to give a pause to pubertal development and thereby growth spurt. العلاج ممكن نعطيه 4 أسابيع من حقن التستوستيرون ممكن يحرض قفزة النمو بشكل باكر وما يستنى سنة أو سنة ونص. This will have no adverse effect on final height. كما ذكرت لكم لن يؤثر على الطول النهائي. لكن بعد ما يطول بدل ما يطول بعد سنة سنة ونص بيطول بعد شهر. Usually the diagnosis is clear and no investigations are necessary except for bone age which usually shows delay. نعمل عمر عظمي بيطلع عمره العظمي 10 سنين 7 سنين 8 سنين هو عمره 14 الزمني مثل ما ذكروا الزملاء. The latter is reassuring to the family in that it demonstrates that there is additional growth potential and that is the child is likely to continue to grow after his peers have stopped. If there is any uncertainty about the diagnosis, the endocrine clinic will institute further investigation. إذا ما كان التشخيص واضح لازم نحوله على عيادة الغدية.
النقاط المفتاحية conforming peer group is very important for adolescents. Constitutional delay is growth and puberty is a rarer diagnosis in girls and a pathological code should be sought. يجب أن نشك ونطلب استقصاءات إذا كان تأخر النمو عند الفتيات غير متوافق مع الحالة وتأخر في عمرها العظمي، لأنه غالبا تأخر النمو البنيوي يحدث عند الصبيان الذكور وليس الفتيات. فيجب الشك، لأن البنت ما فينا نلحق، لازم نعرف هل هي تيرنر، هل هي كوشينج، هل هي قصور درق. فالأفضل البنت حولها أنت على طبيبة الغدية، طبيب الغدية، ولا تعطيها العلاج وتقول لها طولي بالك وبتطول وما بتطول. ممكن يكون في مشكلة باك جراوند غدي بالغدة الدرقية، ممكن مشكلة بالمبيض، ممكن مشكلة بالمحور الوطائي، ممكن مشكلة هرمونية بالنخامة وهكذا. ليش العلاج هام عند الصبيين والمراهقين اللي عنده تأخر نمو بنيوي؟ لأني رح يأثر على مستقبله، ورح يضل الولد بين قوسين مهزوز في الهوية، مهزوز في الشخصية، شخصيته مهتزة. الأطفال اللي بعمره بنفس المدرسة أدائهم المدرسي أفضل، أدائهم في الرياضة أفضل، نشاطات السباحة، نشاطات العضلية، ممكن بيتقتلوا مع بعضهم، بيغلبوه بسهولة، بياكل ضرب، يعني بياكل قتل وبوزع، فهذا مؤلم جدا له. فلازم نعطيه أفضل حسب، طبعا هم توافق الأمريكان والبريطانيين على العلاج، نفس الفكرة بالمرجع البريطاني بيقولوا هيك والمرجع الأمريكي بيقولوا هيك. المرجع الأمريكي بيقول ممكن نعطيه كمان علاج لثلاث شهور، يعني ممكن نعطيه كل شهر حقنة أندروجين اسمه ديكادورابيولين 50 ملغ حقنة عضلية كل 28 يوم على 3 شهور، ممكن نعطيه كل أسبوع حقنة مثلا 25 ملغ حتى يطول الولد، نضل رقبه شهر شهرين وثلاثة. فنحن بنلاحظ بعد ما نعطيه الدواء بعد 3 شهور بلش يطلع شعر العانة، شعر الأبط، بلش الولد يطول ويصير عنده الاحتلام ويصير في عنده زيادة في حجم الخصيف أكثر من 4 ملي لتر. في سؤال زملاء لحد الآن؟ السلام عليكم حكيم. هلا اذا بنتركه بدون ما نعطيه الدواء يعني التستوستيرون ما بطول اكثر من انه اذا اعطينا الديكادورابولين؟ اذا بنتركه على حاله يعني. شكرا دكتور للسؤال. انا وضحت مرتين في الحاله انه اذا اعطيناه التستوستيرون واذا ما اعطيناه الطول النهائي مثلا 170 راح يضل 170، ولكن ممكن يوصل لل 170 خلال سنه ونص اذا ما اعطيناه التستوستيرون، وممكن يوصل بعد 3 شهور. كثير ضرورية انه نعطيه ديكادورابيولين التستوستيرون هلا مشان يصير 170 خلال الثلاث شهور وما يصير لبعد سنة ونص، لانه رح ياثر عليه نفسيا. واضح الجواب دكتور؟ ايه تمام دكتور. ممكن ترجع على مخطط النمو من الزملاء؟ دكتور ممكن ترجع مخطط النمو تشرح لنا شو انحراف معياري او انحرافين؟ نعم. نحن هون إذا كنا عم نشوف مثلاً الوزن المخطط التحت، فعم نشوف أنه وزنه تقريباً بأول شيء لما كان عمره حوالي 8 سنين ونص، عم نشوف أنه وزنه تقريباً حدود 23 كيلو، وهو وزن مقبول نسبياً 20-23 كيلو، لكن لازم هو يكمل حتى يكون وزنه تقريباً يعني بما يعادل في هذا العمر 40 كيلو، 40-45 كيلو، لكن وزنه حقيقة 38 كيلو، 37 كيلو، 35 كيلو. عم نشوف أنه هذا الانكسار هو بانحرافات معيارية معينة، لكن نحن متى نأخذ به في عين الاعتبار أو عين الحسبان؟ اللي بيكون أقل من الخط المئوي 0.4% بانحرافين معياريات، يعني بيكون أقل من ما يعادل تقريبا إذا جينا لهون أقل وحدة تحت اللي هي 34 كيلو، وتحتها باثنين يعني 32 كيلو. هي بتعتبر أنه هو عنده فشل نمو شديد في الوزن وتأخذ بعين الحسبان، وقد يكون سببا غديا أو سببا عصبيا أو سببا استقلابيا أو سببا شارديا أو سببا إنتانيا أو اضطراب النمو المتعلق بالحرمان العاطفي. فأقل من انحرافين معياريات يعني أقل من خطين مئويات،
أقل من خطين مئويات، لكن يؤخذ به أكثر إذا كان تحت أقل من 0.4%. هذا مخطط النمو اللي هو البريطاني. أما مخطط النمو الأمريكي أو السي بي سي فما في 0.4% وما في 2% سيكند أو 0.4%، لا بيكون 5%، 10%، 25%، 50%، 75%، 90%، 95%. لكن مهما كان الاصطلاح هو أقل من انحرافين معياريات، بيمشي مع كل المخططات سواء الـ WHO سواء الـ CDC سواء البريطاني. طبعا في دول خاصة مثل الألمان عنده الخاص فيهم، الفرنسيين عنده الخاص فيهم، السعوديين عنده الخاص فيهم الحقيقة يعني، لكن إحنا ما عندنا شيء خاص فينا فبنمشي مثلا على CDC، لكن المرجع اللي عم ندرس منه حاليا هو الـ MRCPH البريطاني فعم نعتمد عليه. المقصود بأقل من انحرافين معياريات أو انحرافين معياريات يعني مثلا إذا كان وزنه 40 أقل شيء ممكن 40 نقبل فيه، فلو كان أقل من 38 فهو يحقق الفرضية أنه ناقص الوزن بشدة. بالنسبة للطول إذا كان أقل طول نقبل به هو مثلا 160 سنتي، فلو أجا وراجعنا وقال ولا طوله 158 سنتي أو 155 سنتي، 155 سنتي يعني أقل بخمس سناطي من المقبول اللي هو مثلا عفوا أقل بثلاث سناطي اللي هو مثلا 158 مثلا. رقم افتراضي وليس للحالة بالذات، فنقول الرقم الأقل المقبول مثلا هو 160 سنتي، فلو كان 155 سنتي فهو أقل بخمس سناطي يعني أقل بخمس انحرافات معيارية، وبالتالي هو أكثر من انحرافين معياريين، وبالتالي هو حقق فرضية النقص والعوز والنقص في الطول وقصر القامة. لذا يجب أن يدرس باستفاضة مع الاستقصاءات والقصة السريرية أخذين بعين الحسبان الاستقصاءات الشعاعية وطول القامة العائلي طول الأم وطول الأب، وأخذين بعين الحسبان القياسات المتكررة للطول والوزن خلال الفترات المنصرمة. لذلك قصة الانحراف المعياري أقل بناقص 2 أقل بناقص 3 هي تخرجنا من خلافات المراجع اللي هي CDC يعني مكافحة الأمراض المعدية الأمريكي، ومركز WHO المنظمة الصحة العالمية، ومخططات الخاصة بالفرنسيين والألمان والسعوديين وإلى آخره والمصريين. فلذلك أنت خلاص بتحطه على المخطط طلع معك أقل من انحرافين معياريات، خلاص هذا يحقق الفرضية أنه فعلا قصير القامة بشدة يحتاج إلى استقصاءات، على الأقل يحتاج إلى الحالة طبيب أطفال مختص أو طبيب غدية مختص بالأطفال. طبعا هنا أزيدكم من الشعر بيتا فأقول كثير من أطباء الغدية البالغين يعني حقيقة لا يحبذون علاج هذه الحالات. ليش؟ لأن هي متخصص تخصص الغدية بالغين، فغالبا ما يكون في مس أندرستاندينج بالحالة، بيقول لك روحوا عن طبيب الأطفال هو خلي يعالج لأنه هو familiar with these cases more، هو عنده يعني متآلف ما هي الحالات، بيعالجها كثير، بشوفها كثير، فينه يعطيكم خبرة أكثر مني يعني. فلذلك أنا نصيحتي أنه هي الحالات تحولوها لطبيب الأطفال مختص قبل أن تحولوها لطبيب الغدية، إلا إن كان السبب واضحا وبينا أن القصة كوشنج، أن القصة مثلا ورم، أن القصة مثلا همرتوما في لأنه في الوطاء، أن القصة ورم عابي مثلا، أن القصة تيرنر يحتاج إلى تدخل وراثي. تمام زملاء في سؤال؟ هل تسمعونني بوضوح؟ ايه دكتور. طيب شكرا لكم، نأخذ استراحة 10 دقائق بعد هذه الحالة ثم نعود.
السلام عليكم، هل الصوت واضح بالنسبة لكم زملاء؟ نعم واضح. شكرا لكم، آسف للتأخير. نبلش بالحالة اللي بعدها زملاء. Is it a boy or a girl؟ أعضاء تناسلية مبهمة. A midwife calls the neonatal intensive care unit in ICU asking for urgent review of a baby born 10 minutes ago at delivery. They thought it was a boy and said this to the parents. Now they are not so sure because also the baby appears to have a penis. There is no obvious scrotum, and they cannot feel the testes. يعني القابلة بعتت عليك العناية المشددة وقالوا أنه هذا الولد صبي، سأل له عمره 10 دقائق، قالوا للأهل أنه عمره أن هذا الولد صبي، بس بعدين قالوا والله ما أنا متأكدين لأني ما في خصية وممكن يكون في عنا مشكلة بالأعضاء التناسلية. The baby seems otherwise normal and there was nothing remarkable about the pregnancy. It's the parents' first child. هذا أول ولد للعائلة والولد فحصه طبيعي والحمل كان كويس. Examination, there are no dysmorphic features and examination of the other, the cardiovascular respiratory and abdominal system is normal. The weight is of the baby is 3.1 kilogram. There is 1 centimeter, 1.5 centimeter phallus, normal in term newborn, males more than 2.5 centimeter, 2.5 centimeter. يعني حجم القد أو طول القضيب الذكري سنتي ونص عنده ووزنه 3.1، طبيعي عند الولدان تعميل حمل لازم كيلو، لازم 2.5 سنتي. ف with the single perineal opening at the base of the phallus. لكن مع فتحة وحيدة في قاعدة القضيب. There is pigmentation of the lobus scrotal folds. يوجد تصبغات عند الطية الصفنية الشفرية which are fused وهي ملتحمة with no obvious vaginal opening. دون فتحة ظاهرة واضحة للمهبل. There are no palpable gonads including in the inguinal canals. لا يوجد أقناد مجسوسة وحتى في القناة أو القناتين المغبنيتين. The anus is normally positioned. يعني مكان فتحة الشرج طبيعي. The baby's external genitalia can be seen in figure 21.1. هل هي الأعضاء التناسلية المبهمة؟ ما بنعرف هو صبي ولا بنت؟ هل هذا بظر متضخم؟ هل هذا قضيب؟ هل هدول خصيتين؟ هل هدول شفرين؟ مو معروف. وفتحة الشرج بمكانها. Is this a boy or girl? What's the most likely diagnosis and differential? What investigations are needed? At this stage, no one can or should say whether this baby is a boy or a girl. لحد هون ما بصير حدا يقول ابدا انه هذا صبي ولا بنت، لان هاي شغله كثير رح تاثر على العائله. It's imperative not to guess as it could be either a feralized female, a normal girl exposed in utero to excess androgens, or an underfertilized male. يعني ممكن تكون هي يعني انثى مفرطه التذكير، يعني اخذت هرمونات زياده اثناء الحمل جنسيه ذكريه اندروجينات فصار البظر متضخم، او هو ذكر ناقص التذكير او ناقص الخصوبه او ناقص التذكير، يعني أعضاء تناسلية صغيرة. Disorders of sexual development DSD are a medical and social emergency. Medical and social emergency. هي شغلة إسعافية طبيا واجتماعيا.
and families find it exceptionally difficult, not knowing the sex or their baby, of their baby. Pending urgent tests, should not name the baby or register the birth. يعني هالشغلة صعبة كتير على العائلات وما بيعرفوا جنس المولود وبانتظار التحاليل الإسعافية والتنميط الوراثي والتنميط الصبغي ما فينا نسجل الولد لبين ما يعرف. In the absence of palpable gonads but with evidence of virilization with a small phallus and pigmentation, it's most likely that this is a virilized female. Much the most common steroid etiology is congenital adrenal hyperplasia CACH, C-A-H. في غياب الأقناد المجسوسة اللي هي مثلاً المجسوسة هي الخصيتين. دليل التذكير مع قضيب صغير والتصبغات على الأغلب تكون هي أنثى مفرطة الذكورة أو مفرطة التذكير. يعني هذا ممكن يكون فرط نشاط قشر الكظر. If the baby is an underverilized male, there is a much larger differential including disorders of gonadotropin production, A.G. Kallmann syndrome. إذا كان الطفل ناقص التذكير وذكر يوجد العديد من التشخيصات التفريقية متضمنة اضطرابات الجونادوتروفين المفرز من الوطاء مثل متلازمة كالمن. Defects of testosterone synthesis and end organ intensity due to androgen receptor agonist. يعني ممكن تكون أيضا خلل بتصنيع التستوستيرون وخلل أيضا بالمستقبلات وحساسية المستقبلات نهاية الأضلاع نهاية الأعضاء الجنسية لحقيقة وجود اضطرابات مستقبلات الأندروجين. With very severe underrealization, it's possible that the sex of rearing should be female. في هذه الحقيقة إنه لمن النادر جدا very severe ناقص الخصوبة أو ناقص التذكير نادر جدا يكون عند الفتيات. يعني البنت بالعادة بالعكس بتكون هرمونات الأم مؤثرة عليها بتكون بالعكس أضاءة ظاهرة تماما. Such babies need urgent referral to a specialist center with a team of endocrinologists, urologists, genetics, and psychologists. فريق متعدد التخصصات يجب أن يحال إليه هؤلاء الأطفال لمعرفة كيف التصرف في هذه الحالات. يتضمن متخصص في الهرمونات والغدد والجراحة البولية والاضطرابات الوراثية والاضطرابات النفسية الطبيب الأمراض النفسية. Genital adrenal hyperplasia is a group of autosomal recessive inborn errors of metabolism, IEM. Therefore, commoner in parents are consanguineous. يعني الآباء الذين لديهم صلة القرابة يكون لديهم هذا الشيء أشيع ويحدث لديهم اضطرابات التصنيع الاستقلابية. ففرط نشاط قشر الكظر هو اضطراب وراثي يورث بصفة جسدية مقهورة وهو استقلالي. Within the adrenosteroidal genetic أو genetic pathology that produce mineralocorticoids, aldosterone, glucocorticoids, اللي هو cortisol, and androgen, testosterone. 95% of cases are related or regarding deficiency of the enzyme. The enzyme is
25 هيدروكسيليز ديفيشنسي 25 OH أو 21 OH كاتاليز late steps in the mineralocorticoid and glucocorticoid pathways. The consequences are the same as for any IEM deficiency of the end product. Continue to drive through the pathway build up of precursors and diversion down to the alternative pathway and so on. أشياء اضطراب وأشياء عوز يكون بنسبة 95% من الحالات. الكاتش هي عبارة عن عوز الإنزيم 21 هيدروكسيليز، ومثله مثل بقية الاضطرابات الاستقلابية يحدث في المرحلة الأخيرة من الحصول على الناتج النهائي للكورتيزونات. وهذه المرحلة حقيقة تكون على مستوى إنتاج الكورتيزول، فقبلها يكون في 17 هيدروكسي بروجسترون. 17 هيدروكسي بروجسترون بيكون مزداد كتير كتير ومتضاعف لأضعاف مضاعفة، أكثر من 10 أضعاف الطبيعي، لأنه لا يمكن تحويله إلى الكورتيزول بسبب نقص الأنزيم المحول والذي هو 21 هيدروكسيليز. Lack of cortisol cause hypoglycemia and a poor stress response. إن نقص الكورتيزول يسبب نقص سكر الدم وضعف الاستجابة لهرمونات الشدة. Elevated precursors divert to the androgen pathway and testosterone fertilizes both male and female features, fetuses. اللي بيكونوا الأجنة الإناث والذكور بتأثروا بهذا النقص، فبصير في عنا مشاكل بالأعضاء التناسلية الشكلية الظاهرية. Classically present in the second week of life with a salt wasting Addisonian crisis, vomiting and choked with severe hyponatremia, hyperkalemia and acidosis. كيف يتظاهر عوز ال 21 هيدروكسيليز في حالة العوز المفقد للملح؟ يتظاهر بشكل صارخ جدا في الأسبوع الأول أو الثاني من حياة الطفل على شكل صدمة، تتظاهر على شكل صدمة بتجفاف شديد، ناقص الحجم، نقص سكر الدم، نقص صوديوم الدم، ارتفاع بوتاسيوم الدم بشكل كبير مع الحماض الاستقلابي الشديد. Patients with 21 hydroxylase deficiency need lifelong steroid replacement initially with hydrocortisone and fludrocortisone, which a mineralocorticoid analog and endocrine monitoring. طول حياتهم بدهم علاج هرموني تعويضي الكورتيكوستيرويد اللي هن الاسترويدات السكرية والاسترويدات المعدنية. الاسترويدات السكرية هي الهيدروكورتيسون، المعدنية هي فلودروكورتيسون. The timing of any surgery to reduce clitoromegaly and create a vaginal orifice is controversial. إن التداخل العلاجي الجراحي التصحيحي لاستئصال وتصغير البذر المتضخم عند هذه الفتاة الأنثى وتصنيع الفتحة المهبلية مختلف عليه بين العلماء وجراحي الأطفال واستشاري الغدية واستشاري النفسية والاستشاريين الاجتماعيين وأطباء الأطفال. أين عمر؟ هل نبدأ بعمر 3 شهور، 6 شهور، سنة، سنة ونص؟ مو معروف بشكل دقيق هو الأحسن، ولكن في دراسات ترجح حسب الحالة الاجتماعية وحسب البلد وحسب تقبل العائلة. Variotype from investigations in the first few days help elucidate the diagnosis and monitoring for complications. لازم تعمل، نحن شو بنعمل بصراحة؟ أول 24 ساعة بتطلب أنت Karyotype تنميط صبغي، بيقول لك هذا XX ولا XY ولا في اضطراب آخر، فبتقول لهم هذا خيو وراثيا صبي طلع XY، أو بتقول لهم خيو هذا XX هي بنت، بغض النظر عن الأعضاء الظاهرية. باليوم الثالث تطلب 17 هيدروكسي بروجسترون. إذا شفته كثير مرتفع خلاص هذا كاتش CAH وهكذا. إذا كاريوتايب within result 48 hour if laboratory weren't. Pelvic and abdominal ultrasound to investigate for testes, ovaries and uterus. Extremely helpful and immediately available.
نعمل ايكو للبطن وايكو للحوض مشان نشوف اذا في خصيه بالبطن او في مبيض بالبطن او في رحم. 17 هيدروكسي بروجسترون سند افتر 48 hours as raised in all newborns، لاني اول 48 ساعه بكون مرتفع، فلذلك افضل 72 ساعه نطلبه. فول ميل هرمون بروفايل، نطلب اللي دايهيدرو ابي اندانستيرون تستاستيرون اندروجينوستيرون وهكذا، 5 الفا ريدكتاز وهكذا، كل البروفايل تبع هرمونات الصبي بنطلبها. يورين ستيرويد بروفايل، نطلب هاي الهرمونات بالدم وبالبول. كونفيرمز سايت اوف بلوك ان ستيرويدوجينيك باثوي، تؤكد الحصار والعوز في الطرق بذات المنشا الكورتيزوني او الستيرويدي. بلاد الكترولايتس اند جلوكوز فروم داي 2 مونيتور بيتسايدز جلوكوز، من اليوم الثاني بعمر الولد هو بالحضانه نطلب مستوى السكر صوديوم بوتاسيوم كالسيوم بي اتش. بلازما رينين اكتيفيتي، فعاليه الرينين البلازمي. بيست استيميشن ان سولت ستاتوس، سولت ستاتوس في حاله اضطرابات الاملاح لازم نستقصي فعاليه الرينين. اما عن النقاط المفتاحيه، never guess the sex of a newborn baby with abnormal genitalia، لا تعمل راكن I guess I reckon I think، لا I believe، والله صبي والله بنت، لا ما تحكي هيك شيء. عم نعمل تحاليل، نعمل صورة، نعمل تحليل وراثي، وبعد يومين ثلاثة بتظهر النتيجة ومخبركم. عندي أنا تقريبا 12 حالة بالمنطقة، هن مشخصين على هذا الأساس، العديد منهم شخصوا على أساس ذكور وطلعوا إناث وبالعكس. Virilization of a female infant is almost always congenital adrenal hyperplasia due to 21 hydroxylase deficiency. إن فرط التذكير الأنثوي هو أشيع اضطراب يمكن أن نجده، وغالبا سببه فرط تنسج قشر الكظر بسبب عوز 21 hydroxylase. إذا هذه الحالة هي حالة شائعة في الفترة الأخيرة، عم نشوفها بصراحة أكثر من باقي الفترات. ومع الحقيقة عم تعمل اضطرابات نفسية واضطرابات سلوكية واضطرابات، وللمشفى كلياته ولإطباء الأطفال وللمعالجين النفسيين. نحن ما عندنا بصراحة نقول يعني استشارة نفسية واضحة للأهل، عم بيقوم بها طبيب الأطفال. جراحة الأطفال عم بيأجلوا الجراحة لعمر السنة سنة ونص. بصراحة يعني للأهل يستعدوا نفسيا وهكذا. في عندي عائلة بصراحة ضلوا 6 شهور يقولوا لهم إنه هدول صبيين، بس الأولاد ضلوا يدخلوا على مشافي متكررة بصدمة، صدمة كظرية، عوز كورتيزون مع نقص سكر شديد مع اضطراب صوديوم وانخفاضه وارتفاع البوتاسيوم. لكن بالأخير شفناهم بالمشفى، مشفى المعبر، فشفنا إنه هنن مع الأسف أنه الأهل كانوا صدمة كثير كبيرة. الأهل ظلوا 3 شهور ما يتقبلوا، يقولوا دكتور لو سمحت رجاء لا تقول أنه اسمهم بنات، اللي اسمهم محمد وأحمد مثلا كاسم بغض النظر عن الاسم، لأن نحن خلاص رح نعتبرهم ذكور وما رح نعمل عملية ورح نعمل شيء. وصورت الأطفال بالإيكو وفرجتهم التحاليل وبعت الكاريوتايب وكله بيأكد أنه هن إناث يعني، لكن ما في تقبل أبدا أبدا من قبل الأهل. دكتور لا نحن ما بنقبل، نحن كذا، اكيد في خطا بالتصوير، طب والخصية اكيد هي المبيض هذا بتقولوا عنه خصية، انتم ما بتعرفوا، رح ناخذه لبرا، رح ناخذه على تركيا، رح ناخذه على المانيا، رح ناخذه على الخليج كذا. ما في اي تقبل بصراحه، الضغط النفسي كان كثير كبير على اهل حقهم يعني، خاصه انه هن عندهم قبل 5 بنات او 6 بنات وكانوا عم يستنوا هدول التوم الصبيين. فالموضوع فعلا ذو اثار نفسيه كبيره جدا. لا تتورط وتقول الجنس، خلي حدا يقول غيرك بعد استشاره طبيب الاطفال. وهذا بيعطينا اهميه كثير بالغه لفحص الاعضاء التناسليه عند كل طفل بينولد. تمام زملاء؟ في اليوم لحد الآن عفوا إذا ما في سؤال بس قولوا لي سمعانين ولا لا مو سمعانين. إيه دكتور معك. أنا رح أسأل سؤال ورح أقول لكم شغلة عم بتصير معنا بالحواضن. عم بيجي الولد عمره تجي بنوته يعني، هي عمرها 6 أيام 7 أيام،
بتجي بتجرثم دم متأخر، تجرثم دم متأخر نتيجة إما وجودها في الخيمة بهذا البرد بهذا الثلج، عم تتعرض ليوم يومين ثلاثة من الانتانات التنفسية المتكررة مع الانتانات البكتيرية المتكررة من خواتها. ممكن الاكتظاظ في نفس الخيمة، عايشين عائلة مؤلفة من 7 أشخاص، ممكن في تدخين، ممكن في أرجيلة بنفس العائلة، الأطفال عم يسعلوا، عندهم ذات رئة وقصبات. المهم الطفل عمره 7 أيام تأخذ انتان، فبصير عنده تجرثم دم، فبصير عنده إما ذات رئة خلقية أو تجرثم دم متأخر. بجيبوه على المشفى بصدمة، طبعا هي بتكون ما عم ترضع، صار لها مثلا 12 ساعة 16 ساعة، بحاولوا يحطوا لها مي وسكر وياسون وكمون، فما بترضع، ما بتاخذ وارد كافي كافي، بجزء ما عندها حليب، عم بترضع مي وسكر. فبتيجي على المشفى بالسيناريو التالي: وهد دوراني، صدمة، رفض رضاعة، خمول، لثرجي، قيئات، نابكن سن ايز، عندنا يعني سانكن ايز، وعندنا سانكن فونتانيل يعني غؤر يفوق غؤر عينين، وجلد ثانية جلدية، وصدمة صدمة بكل معنى الكلمة، نبض سريع مجسوس بصعوبة أو غير مجسوس. فبيعملوا بعض الحواضن بيعملوا البروفايل، فبيقولوا والله السي ار بي 150، البيض 60,000 40,000، ممكن يكون الصوديوم مثلا 125 نازل. تكون مي رضعاني، عندها هيبوغلايسيميا، هيبوغلايسيميا يكون السكر مثلا 20-25 ملغ دسيلتر. بيعملوا البوتاسيوم، ممكن يسحب يسحبوه بس بالعصر ما بيطلع دم لأن هي متجففة، فبكون بوتاسيوم 6-6.5. فشو بروح بيعملوا؟ بيعملوا 17 دروكسي بروجسترون، فبيطلع مرتفع شوي 4-5 أضعاف الطبيعي. فشو بيقولوا للأهل؟ بيقولوا هي حالة CAH كاتش congenital adrenal hyperplasia. فبصيروا بيدخلوا بمشكلتين: المشكلة الأولى أنه الطفلة وهد دوراني وصدمة ودخلت على العناية المشددة وعم تموت، وهي تجرثم دم شديد، بيقولوا في جرثومة بالدم. المشكلة الثانية بيقولوا والله هذا مو صبي، هي بنت، أو مو بنت هي صبي. فبيدخلوا بعلاقة كثير طويلة عريضة. الفكرة بدي أوصل لها أنه الطفل بحالة الستريس الشديد، حالة السبسس الشديد، أول عدة أيام الحياة قد يكون 17 دروكسي بروجسترون يا جماعة مرتفع، قد يكون مرتفع الطبيعي حسب الواحدة. في مخبرين عندنا موجودين في المنطقة، في واحدات البيكوغرام والنانوغرام، في واحدة بتقلك أنه أكثر من 10 بيكون هو مشخص أو موجه للتشخيص، واحدة بتقلك أكثر من 100. لكن نفس الشيء، لأن واحدة تضرب الثانية، واحدة تضرب 10، واحدة تضرب بدون ضرب 10. فالطبيعي مثلا هو للواحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة، فهو بيطلع 10 مثلا فبيكون مشخص، فبيطلع نتيجة 8-9-7. فبيقولوا خلاص هذا CAH. الولد بيتغطى بالصدادات يومين ثلاثة أسبوع وبيتحسن وبصير يرضع، أو الطفلة بتتحسن وبصير ترضع، وبتطلع من تجرثم الدم وبتطلع من الإنتان وبنخرج على البيت، وبضلوا بيعطوه كورتيزون وبضلوا بيعطوه فلودروكورتيزون. لكن بالحقيقة لو فحصنا الأعضاء التناسلية وفحصنا المبيض وفحصنا الخصيتين عملنا إيكو، بنلاقي لا إنه فعلا هي بنوتة يعني مثلا، أو فعلا هذا الصبي. فشو بدك تقول للأهل؟ ما بقى فينك تقول لهم والله نحن شو يعني، لازم تعترف تقول والله هذا لا مو كاتش، هذا إنما هو مجرد يعني كان مرتفع التحاليل الجنسية بسبب إنه هرمونات الأم وبسبب الالتهاب، التهاب تجرثم الدم بيرفع هالشغلات هاي. فصار تشخيص مفرط over estimated لهي الحالات، لأن الولد عبصير أنت تعطيه شهر شهرين ثلاثة كورتيزون من برا، فعم تثبت المحور الوطائي النخامي الكظري الجنسي، فأنت عم تعطيه كورتيزون زيادة، فصار سكر دمه يرتفع، صار الولد يكسب سحنة كوشينج وهكذا. بتيجي بتعمل 17 دروكسي بروجسترون بتلاقيه منخفض، بتلاقيه صار طبيعي، بيقول لك ايه هو طبيعي لأنه بياخد كورتيزون. فهون دخلنا بالمشكلة يعني، فهون شو الحل؟ الحل أنه أنت تعاير ال 21 هيدروكسيليز ديفيشنسي. أنت بتشوف هون بدك تبعت عينة لتركيا لأنقرة وتشوف شو النتيجة يعني، حتى تطلع من هي الدوامة وهي الدائرة والحلقة المفرغة. فالعديد من الحالات عم تطلع هي طبيعية ما فيها شيء، فأنت بدك تضطر بعدين توقف كورتيزون بالتدريج، وفينك تقنع الأهل، والأهل ما رح يقنعوا بكلامك ورح يروحوا على طبيب واثنين وثلاثة وأربعة، والولد رح يتعرض للكورتيزون باستمرار يعني، والكورتيزون رح يأثر هون على نمو الجهاز التنفسي، رح يأثر على نمو الجهاز الدماغي، رح يأثر على نمو الحوصلات، الدكساميتازون أو الكورتيزون أو فلودروكورتيزون رح يأثر على نمو الأسناخ. فلذلك هذا الموضوع ذو شجون،
ويحتاج إلى فريق متعدد التخصصات مالتي ديسبلينري تيم، مركز متخصص، طبيب متخصص في عملية التشخيص. وهكذا أطلب من حضرتكم أن نتأنى ونتمهل والتو أداة في تشخيص هذه الحالات، حتى لو ضغطوا عليك الأهل قالوا لهم أوكي عم نعمل تحليل، عم نعمل صورة، رح نشوف، ممكن يحتاج أسبوع أسبوعين حتى يبين معنا، لا تستعجلوا. وأيضا أزيدكم من الشعر بيتا فأقول الشيء بالشيء يذكر، لا تسرع بتشخيص متلازمة داون، لا تتسرع بتشخيص متلازمة داون. قد يكون الطفل فرط أو نقص أو عوز هرمون الدرق البدئي، يعني هايبوثيروديزم كونجنتال، هذا برايمري، يكون شكله بيشبه داون. لا تسرع، لا تسرع تقول لهم هذا داون سندروم وبعدين يطلع مو داون وتدخل اهل المتاهه. مو شطاره تقول لهم ان هذا خلاص داون وكذا، نعمل تحليل، نعمل صوره، نتاكد، نراقب شوي، الولد لسه عم توزن من الولاده، طول بالك، لا تسرع. هي ما هي حاله اسعافيه، اذا قلت لهم يعني صح اسعافي انه تقول لهم شو نوع هي، لكن ممكن تصبر يومين ثلاثه واسبوع وتتأنى. يعني في عندي حاله الان عمرها 8 سنين، اول ما انولدت مركزين طبيات مشهورين قالوا خلاص هذا داون سندروم. اليوم البنت عمرها 8 سنين لو بشوف اي حدا بيناتكم بيقول هي اموره مش مستحيل تكون داون سندروم، وانما هي شكل شوي قوقازي، عادي هذا الشيء. في مورسات عندها يعني عادي، انه هي سوريه، ابوها سوري ام سوري، لكن مورسات سبحان الله. وهكذا يعني، فأطلب منكم يعني هي الحالات الغدية الهرمونية البوردر لاين، الحالات الرمادية ما نتسرع فيها. وشكرا لإصغائكم. أي سؤال يا زملاء إذا بتسمعوني؟ الله يعطيك العافية حكيم. الله يعافيكم. أقترح أنه نتوقف عن هدول الحالتين، الحالات الغدية صعبة تحتاج إلى فترة للتركيز. ونلتقي بكم إن شاء الله في الخميس القادم، تيسير لا، أو الأسبوع القادم أو الجمعة القادمة، يوم الجمعة مناسب أكثر إن شاء الله. إذا ما في سؤال قولوا لي إنه ما في سؤال دكتور، إذا الصوت واضح. الصوت واضح حكيم. طيب شكرا جزيلا، ألتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.